أغرب هدية من مشجع أهلاوي، كريستيانو رونالدو يرفض الهلال، غول كرة القدم. يا هلا ومرحبا بكم في برنامج مين مكسر الكورة، معاكم أخوكم علي بابا. تبون تعرفون مين مكسر الكورة؟ يلا بينا. الجامايكي لويس جرابان مهاجم الأهلي حصل هدية خاصة من أحد كبار مشجعي النادي عقب ما سجل هدف الفوز أمام الخصم. 1-0 جرافان يسجل أول أهدافه مع الأهلي، يسجل أول أهدافه مع الأهلي. 1-0 حارس نادي الأهلي ياسر نزل فيديو على حسابه في سناب شات وهو مع أحد المشجعين الكبار للنادي. وين الحبيب رجال؟ حبيب الرجال طبعا مجدي قايل لي قبل المباراة أي أحد يسجل هدف ونفوز هدية مني حبها. فمطوع جاتك أحلى هدية من أبو مجدي حبها. إيش اسمه؟ هدية المشجع الذي يدعى أبو مجدي عبارة عن بطيخ حبحب وقع عليه بسمه. هذا أبو مجدي الوقت هذا مشان سجل هدف، واللي سجل أنا هدف فوز. خلاص أبو مجدي كفاءته أبو مجدي حبحب. كابتن رأس العالم الرمز الهلال ياسر مسلم. وقع عليها ابو مجدي. ها ابو مجدي امانه وصلت. شكرا. يقول لك شكرا. يعطيك العافيه ابو مجدي. يا جماعه رسميا هالاند مجنون يا اخي، تونا اول شهر والاخ مسجل 13,000 في لعبوا ضد دورتموند وكانوا خسرانين 1-0 امام دورتموند وكانوا مستلمين هالاند صح، بس اول ما ستونز لاعب السيتي سجل هدف جاء اللاعب وصلت الى كيفن دي بروين. عادت المحاوله بعد ذلك وتسديده. الغول النرويجي فجر الملعب. الله يستر شنو بيسوي هالموسم اذا في البدايه هاللون. يا ربي. الرئيس مجلس اداره الاتحاد السعودي لكره القدم قال اتمنى اشوف كريستيانو رونالدو ينضم الى فريق سعودي، بس كريستيانو رونالدو الدون رفض 243 مليون يورو من نادي سعودي الهلال. Hello guys. إنزين ليش يا كريستيانو؟ ليش ما قبلت؟ I don't know. It's hard. I have to check. ليش صعب؟ ليش؟ Difficult. That question is very difficult to mention. أخ يا كريس، أخ يا كريس، ليش تحرقنا هاللون؟ ليش؟ Bye guys. هذه كانت كل أخبارنا لهذا الأسبوع. لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون التنبيهات، وبنشوفكم كل ثلاثاء وجمعة الساعة 7 بتوقيت السعودية ونعطيكم من أقوى أخبار كرة القدم.